السلام عليكم. مرحبا بحبيبنا الركبي اللي دائما بالعالم الوطني. اخي الركبي، اول حاجه خلفك وامامي ثلاثه ديال الاسود في الصوره اللي جوج منهم ابناء المحمديه وواحد منهم مازال كيشرف المملكه المغربيه. شي كلمه بحق هاد الحراس اللي منهم الرعد وطه بالغزير وبور. تبارك. اول كلامي السلام عليكم، وثانيه احتراماتي لجلاله الملك وجميع الرياضيين. بالنسبه لهذا التعليق اللي قال لي الاخ عوض الله على هذاك الرعد، هذاك الرعد راه ماشي غير استاذ ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، راه استاذ بمعنى الكلمه والتطبيق. والسيد حداك الاخ الاخر هذاك ولد بلاد ولد محمدي هذاك يشرفنا وراه كيعطي الشرف. طه الغوزير اللي هو جاركم جارك ما احتاجوش نتكلموا عليه اكثر. الشاب نتمنوا له مسيره موفقه، نتمنوا له الخير والتيسير ان شاء الله الرحيم ومسيرته خير. والحارس ديالنا اللي هو الان خارج ارض الوطن اللي شرفنا في المباراه، كنتمنوا له يكون فيه صحه وعافيه، وكنتمنوا له تألق وامل كبير في الحياه ديالو في المجال الرياضي. على ذكر امل كبير، الامل ديالنا هو اننا نفوزوا في هذه المباراه ان شاء الله. ولو اننا ضامنين التعاون بغينا نفوزوا عن جداره واستحقاق. رايك في المباراه تكون سهله تكون؟ احنا ما كنتسناوش الفوز، ولو كان فوزا سيكون شرفا لنا ولجميع اخواننا العرب وغير العرب، فهو شرف ليس فوز. دابا مثلا دابا المغرب دا الكاس، ما داتوش غير المغرب، داو اخواننا الجزائريين الاحرار، داو المصريين وداو اللبنانيين وداو التركيين وداو القطريين وداو جميع الدول العربيه وغير العربيه بدون استثناء. هذا راه شرف لنا، وكنبلغ الرساله ديالي لبعض الجزائريين الاحرار انهم يتكلموا مع اخوانهم الجزائريين باش ما يبقاوش يقولوا بعض الالفاظ النابيه، بعض الالفاظ غير الجائزه في حق المغرب. نحن اخوه، نحن إخوة. يقول المثال أعرض عن الجاهلين، لا تكن إذا كنت أنت تقول كلاما سيئا على المغرب فأنت جاهل، وإذا سألنا أخاك جزائري الحر لا يقول هذا الكلام، كن على يقين. ماشي الشعب الجزائري كله بحال العظيم، بحال المغرب، بحال المغرب هو فيه زوين وفيه الخيب، الجزائر تو فيه زوين وفيه خيب، وما ندخلوش هذا المجال الرياضي في الاسس ديالنا التربويه والاسس ديالنا الاخلاقيه والاسس ديالنا الدينيه والعلاقه. الروح الرياضيه فقط. الروح الرياضيه فقط. ندير مثلا دابا حيدنا من الرياضه، دخلنا في شي مجال اخر وكان فيه صراع، حتى هو نديرو سبب العداوه. اذا حنايا باب ولا ربما باب العداوه سهله باش ندخلوا لا سهله عند دوك الناس اللي عندهم العقول ضعاف. اما دوك الناس اللي عندهم دول الالباب العقول قويه ماشي سهله، كتجيهم صعيبه. ما التشريح ما يحرك. اذا اخر كلمه اللي اخر كلمه وليس هناك اخر، تحيه خاصه لجلاله الملك والاسره العلويه المجيده، وتحيه خاصه وحب واجلال لاخواننا الجزائريين الاشقاء الاحرار والمصريين والتونسيين والليبيين والقطريين والجزائريين والعراقيين، واستثني على بعض الدول اللي ما ذكرتهاش. ما شاء الله تبارك الله عليك اخي ركبي، حياك الله على ولهم سلام خاص من جلاله الملك الى كل الشعوب العربيه. ولكم سلام خاص منا ومن جلالة الملك ومن الشعب الحر المغربي الى كل الشعوب، ونحن رحنا اخوه، وراه ما كاينش اللي غادي خاص منا، واخا ما تكونش غير الرياضه. تبارك الله، حياك الله اخي ركبي، تبارك الله. السلام عليكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.